امرت نيابه الشؤون الاقتصاديه وغسل الاموال بحبس تشكيل عصابي في عدد من محافظات الجمهوريه تخصص في استقطاب الشباب للمشاركه في المراهنات الالكترونيه والرياضيه التي يتم ادارتها من خارج مصر وكلفت الجهات المختصه بحصر المحافظ الالكترونيه المستخدمه في مواقع المراهنات وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن تمكنها بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على تشكيل عصابي منظم في عدد من محافظات الجمهورية تخصص في استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة التي يتم إدارتها من خارج جمهورية مصر العربية. جاء ذلك في إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على أموال المواطنين. وكشفت تحريات هيئه الرقابه الاداريه عن مجموعه من الوكلاء ببعض المحافظات قاموا ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين في مصر ومسؤولي تلك المواقع في الخارج، وذلك عبر تيسير سبل الدفع بشكل إلكتروني لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون وإضعاف فرص تعقب المعاملات المالية الخاصة بالمراهنين من خلال استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، يتم تحويلها في صورة عملات أجنبية إلى الخارج بما يضر بالاقتصاد المصري القومي. وبالعرض على النائب العام أمر بإحالة المتهمين إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها بحبس المتهمين وتكليف الجهات الفنية المعنية بحصر المحافظ الإلكترونية المستخدمة في مواقع المراهنات في سياق متصل وفي الخامس من سبتمبر حضر مركز الازهر العالمي للفتوى الالكتروني من المراهنات على المواقع الالكترونيه باعتبارها امر محرم شرعا. واكد مركز الازهر العالمي للفتوى الالكتروني انه بالرغم مما اباحته شريعه الاسلام من الترويح عن النفس الا انه لا ينبغي ان نغفل في الوقت نفسه عما وضعته الشريعه من ضوابط حتى يحافظ المسلم من خلالها على دينه ونفسه ماله ووقته وسلامته وسلامة غيره ومن أهم هذه الضوابط ألا يشتمل الترويح على أي مقامرة وأشار المركز إلى أن المراهنات التي يجريها المشاركون على مجموعات مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة ويدفعون أموالا في حساباتها ثم يأخذ هذه الأموال الفائز منهم فقط ويخسر الباقون لا هي عين القمار المحرم وأهاب المركز بالوالدين والمربين والعلماء والاساتذه والدعاء والاعلاميين وكل فئات المجتمع بضروره نشر الوعي المجتمعي العام الذي يقي أبنائنا وشبابنا ومجتمعاتنا مفاسد هذه المراهنات على دينهم وحياتهم واموالهم واخلاقهم يذكر أن الآونة الأخيرة شهدت في مصر تزايداً في أعداد الشباب الذين يقومون بالمقامرة والمراهنة على المواقع الإلكترونية وزاد الطلب خاصة على المراهنات الرياضية التي توقع فوز فريق على آخر أو خسارته تتسبب هذه المراهنات في خسارة بعض الشباب لأرواحهم، حيث كشفت وزارة الداخلية في بيان لها أمس عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بئر العبد بمديرية أمن شمال سيناء من إحدى المستشفيات بدائرة القسم باستقبالها طالب مصاب بحالة إعياء اثر محاولته التخلص من حياته وبالانتقال وسؤال الطائر بن مذكور قرر بمحاوله الانتحار اثناء تواجده بمنزله لمروره بحاله نفسيه سيئه بسبب خسارته مبلغ مالي قدره ألف جنيه على احد تطبيقات المراهنات الرياضيه عبر شبكه الانترنت وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه إذا مشاهدينا كان هذا كل ما لدينا بشأن مشاركة الشباب في المراهنات الالكترونية والرياضية التي يتم إدارتها من خارج مصر والقبض على تشكيلنا الصبي في عدد من محافظات الجمهورية شكرا جزيلا على المتابعة